بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة الأربع عندنا أربع قطط تحفة، أجمل من كده محدش هيلاقي. شعر طويل، لون تقيل، صبغة تقيلة، قطط وشها حلو، ديلها قصير وأطراف قصيرة. القطط دي موجودة عندنا في محل كوكتيل النهاردة يوم الأربع 27 ديسمبر لسنة 2023. زي ما انتوا شايفين كده قطط ألوانها كلها مشمشي، العينين والوش حاجات تحفة. القطط ديت أعمار 45 يوم، متغذيين كويس واكلين كويس، بياكلوا لوحدهم حتت سمك حتت فراخ حتت لحمة جبنة مثلثات. عندنا منهم الولاد وعندنا منهم البنات، كل دول النهاردة في محافظة البحيرة في مدينة دمنهور في محل كوكتيل العصافير الزينة وأسماك الزينة. رقم التليفون بتاعنا زي دايما معودناكم ان الرقم بتاعنا ثابت ما بيتغيرش، 011-40-80-70-60. دايما خلوا التواصل معنا من خلال الواتس لان بيكون اسهل واسرع. في ناس بتكلمني او بتحاول تتصل بس غصب عننا بيبقى فيه اوقات بيبقى عندنا شغل او ضغط شغل جامد ما بنقدرش ان احنا نرد. زي ما انتم شايفين في درجة المشمش الفاتحة، في درجة غامقة، في درجة اغمق شوية، في درجة اغمق شوية. هنشوف القطط اللي عندنا النهاردة دول ولاد ولا بنات، وهنبتدي نقول لكم فين كل واحد فيهم ولد او بنت. معانا اول قط معانا، شايفين يا جماعة، شايفين الشعر سجادة، شايفين النظافة، حاجة نظيفة. نمسك الودن امتى عشان برضو في ناس معينة انا حابب ان انا اوصل لها الكلام ده، تمام؟ ايا كان بقى هو اكاونت فيك او اكاونت حقيقي. القط الاولاني ده معانا ولد. في واحدة كانت بتقول اللي هي كانت واخدة من عندي قطة وطلعت من ودنها عند الدكتور البيطري صمغ كتير اسود من الودان. موضوع الصمغ اللي بيبقى اسود في الودان ده ما بيبقاش غير نتيجة حموم غلط، مية بتدخل في الاذن بالغلط، بيعمل صديد في الاذن بيطلع اسود كتير في الاذن. طبعا بناخد بالنا ومنعرف الناس يا جماعه اللي بيحمي القط ده لازم يحميه صح، اوعى تدخله الميه جوه ودنه. اول قط ده معانا ولد حسن، تعال اقف هنا جنبي. ده اول قط معانا ولد، صوره كده وصور حسن معاه برضو عشان يطلع في الكتف. ايوه يا حسن، تمام. ده اول قط معانا ولد. نيجي للقط رقم اتنين وده برضو ولد، وشايفين يا جماعة تقل الشعر، كثافة الشعر، الوش، الأطراف القصيرة. تعالى يا علي كده، امسك يا علي. وزي ما انتوا شايفين علي تحس ان هو احنا هنضربه عشان يطلع في الفيديو، هو مش عايز يطلع في الفيديو، فبرضو طبعا ازاي لازم يطلع في الفيديو غصب عنه. شايفين يا جماعة حسن بيضحك عشان علي طلع في الفيديو غصب عنه. فدي يا عبد الرحمن. نيجي بقى لرقم ثلاثة برضو ولد، الخلفة النهاردة كلها ولاد. فدي يا علي بتربوا في عز. نيجي لرقم أربعة برضو يا جماعة، ده ولد كده، يبقى احنا عندنا النهاردة أربع ولاد. شايفين يا جماعة بسم الله ما شاء الله، دول يتربوا في عز عبد الرحمن. خد يا عبد الرحمن، شايفين يا جماعة، تعالى كده يا عبد الرحمن، في ايه مالك؟ زي ما انتم شايفين معانا واحد مع عبد الرحمن، وحسن معاه واحد، وعلي معاه اتنين. دول موجودين عندنا في محل كوكتيل بدمنهور. للتواصل 011-40-80-70-60. العنوان بتاعنا طبعا حسن القطة ماسكة فيه مش عايزة تسيبه. العنوان بتاعنا محافظة البحيرة مدينة دمنهور شارع عبد السلام الشاذلي
بجوار الكوبري العلوي. اسم المحل بتاعنا كوكتيل لعصافير الزينة أسماك الزينة والحيوانات الأليفة. رقم التليفون 011-40-80-70-60. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.